علمني أبنائي وأحفادي حين حدثتهم عن قرية مسكة مسقط رأسي وعن زقزقة عصافير كنت أصحو على صوتها فجرا، وعن فاكهة البيارات التي كانت أناملي تداعبها وأنا أقطفها قبل أن أتوجه بها إلى سوق يافا. لاموني وسالت دموعهم كما سالت دموعي قهرا، وسألوني بمرارة: لماذا غادرتم الأرض ولم تصمدوا؟ لماذا غادرتم البلاد ولم تصمدوا؟ سؤال لأحفاد الشيخ محمد محمود حرب أبو محمود، واحد من الفلسطينيين اللي خرجوا من أرضهم في 1948 بعد مجازر كفر قاسم وغيرها، مجازر قامت بها فرق الهاغانا الصهيونية بدعم من البريطانيين. عمل إجرامية بشعة يتحدث عليها الشيخ أبو محمود، وهي شهادة من الشهادات المدونة في كتاب ولي خطوات في فلسطين للصحفية والكاتبة التونسية نجاة البكري اللي عاشت سنوات في فلسطين أرض الرباط. مرة وعدت تأخذني قصد قلت من بعادي غادرنا تونس بعد لجاء قرار عودة الفلسطينيين بعد اتفاقية أوسلو 93، وبالتالي كانت هناك دعوة للفلسطينيين المقيمين في تونس وفي عدة دول عربية، الجزائر واليمن وغيرها من الدول، للعودة إلى الأراضي الفلسطينية ضمن تلك الاتفاقية. وبالتالي كنا احنا، انا وافراد اسرتي، وطبعا انا بحكم انه زوجي فلسطيني رافقته بطبيعه، واقمنا في فلسطين. يعني في البدايه كانت اقامتنا في مدينه نابلس، كانت يعني تجربه ثريه، وتعلمت منها الكثير، غصت في المجتمع، كانت نافذة بالنسبة لي للغوص في أنفس الإنسان، لأنه عملي في تونس كان مختلف، كنت أستاذة لغة فرنسية وكان تعاملي مع التلاميذ، وبالتالي هناك وجهة أخرى حين ذهبت إلى فلسطين، وجهتي اختلفت، فأتيحت لي الفرصة أنني أتناول بعض القضايا في البداية كمستكشفة للمكان، والمكان ليس كأي مكان، هي فلسطين التي يتوق إليها العديد ويرغبون في الذهاب إليها. كانت خطواتي الأولى استكشافية، الكل كان، كل من حولي أو أغلب من حولي كان خائف، يعني ذهابي واحتكاكي بجنود الاحتلال، لأنه الصورة بالنسبة لمن يقيمون خارج الأراضي الفلسطينية لا يدركون ما هو واقعها، كيف هو الاحتلال، كيف يتعامل مع سكان تلك الأراضي. فهي الفرصة الأولى التي أتيحت لي حتى أرى المشهد على حقيقته. مرت علي فترة في بداية وصولي دون عمل، لأنه ما زالت الأمور غير واضحة بالنسبة لي، وأنا التي أعددت العمل في تونس وأمارس الرياضة وأمارس عدة نشاطات، فوجدت نفسي فجأة مجمدة بين الأكل والمطبخ وغيره. فبحثت عن عمل، فساعدني شقيق زوجي للوصول إلى مركز الثقافي الفرنسي، وعملت هناك كمعلمة لتعليم اللغة الفرنسية للفلسطينيين الذين يرغبون التعلم. صدفة التقيت بمن يبحث عن مترجم لعمل ضمن فريق أطباء بلا حدود، في فريق علم نفس، أطباء علم نفس ضمن مجموعات علاقة الأم بالطفل.
فكانت فرصتي يعني فرصة ذهبية أنا بالنسبة لي، وأن التي أهتم بنفسية الآخر وبنفسية المجتمعات. كي نفهم المجتمعات يجب أن ندخل ونتعرف من قرب، وليس أفضل من تلك الفرصة. وكانت المجموعات تضم أمهات من مخيم جنين برفقة أبنائهم من الرضع إلى سن 12 عام، وكان الحوار كل من تتكلم من بين الأمهات هي كانت تنقل واقع معيش في المخيم في جنين، ومخيم جنين هو يمثل باقي المخيمات وباقي المجتمع الفلسطيني في العقلية وفي الثقافة، لا يختلف الأمر بين المخيم وبين باقي التجمعات السكانية الموجودة في الأراضي الفلسطينية. بحكم المساحة التي تقام عليها المخيمات والتي كانت محدودة ولا يمكن توسعتها لأن هي مؤجرة من قبل الأونروا، وبالتالي كان البناء عمودي فلا يمكن للتوسع، وكان هما يعني بالنسبة للمجتمع الفلسطيني وبالتحديد في المخيمات الإنجاب يعني عدد الأبناء يعني ليس حدود للإنجاب، ما دامت المرأة ما زالت سن صغيرة هي تنجب. وهناك يعني الاعتماد على العائلة النواة، يعني القرب أنه الابن يتزوج يبقى مع والدي خاصة في بداية الفترة. الآن الأمر اختلف قليلا وبدأ الشباب العقلية اختلفت بحكم الانفتاح الذي وقع بعد وصول البارابول للبلاد، وبالتالي هناك صار تنور وصار الشاب شاب بالذات لأنه هو من يقرر الخروج أو عدم الخروج من عند أهله إذا كان له رغبة وكانت له الإمكانيات للخروج. فالحياة في المخيمات لما ذهبنا إلى الأراضي الفلسطينية اكتشفت أنه الأسرة الأم يعني هي التي تسير المركب داخل هذه الأسرة. في بداية دخولي للمؤسسة الرسمية العمومية الفلسطينية كانت انطلاقتي في غزة، وحين أقمت لفترة لم تطل كثيرا وأقول الحمد لله بسبب الحروب التي لحقت الفترات اللاحقة، اكتشفت أن غزة بحكم موقعها الجغرافي هي باعتبار على مربع، يعني البحر أمامكم والعدو وراءكم، وفي أحيانا كثيرة يكون هو البحر مصدر العداء بحكم أنه الأهل غزة مساحة محدودة للصيد، وفي أحيانا كثيرة يحرمون من الصيد لأنه دولة الاحتلال ما يهمها أمنها وسلامها بغض النظر على سلامة أهل الأرض الأصليين. هذه التجربة الأولى، فغصت في المجتمع أهل غزة قليلا أن إقامتي لم تطل، فوجدت أن المعادلة كل ما انغلق الإطار على الإنسان يجد نفسه يتخبط في نفس الثقافة ولا ربما يتمسك بها حتى يثبت أن هي يعني أداة هويته، أنا أوجد بما لدي ولا أملك غير ذلك.
وبالتالي ربما لا يمكننا أن نلوم أناس فرض عليهم الحصار والانغلاق. إذا كانت فلسطين أرض الرباط، كانت تونس لنجاة البكري الوطن والحزن والاستثناء، وكانت هي في قلب أرض الرباط يحفو قلبها للعائلة والأحباب في تونس. هكا كتبت نجاة بأسلوب أدبي. كانت شرفة الشقة حيث أقمنا تطل على البحر الأبيض المتوسط، وكانت مياهه همزة وصل تمتد بتموجاتها كبساط إلى أرض الوطن، فتوصلني به متى شئت لتعيدني أمواجه العاتية بعدها إلى بيتي. كان يهيأ لي أن قرص الشمس الأحمر الذي تغمره المياه عند الغروب يبتل ليطفئ نار شوق لا تفارقني لكل من تركتهم في تونس، حيث باتوا أقرب مني إلى نفسي منذ إقامتي في مدينة غزة. وحين غادرت غزة وأقمت في الضفة الغربية، وكان عودتنا للضفة الغربية مش بإرادتنا، لأنه سافرنا ولما أردنا العودة إلى بيتنا في غزة وجدنا الطريق مغلقة ولمدة أشهر، فتم نقلنا من المؤسسة التي الموجودة في قطاع غزة لمؤسسة مغايرة في الضفة الغربية وبالتحديد في نابلس. في هذه المؤسسة كان مجالنا اللي هي الأبحاث، أعود للأبحاث والدراسات التي مكنتني من الغوص في المجتمع إلى أعماق المجتمع، فما نكتبه هناك إضافة إلى جانبه، لأننا لا نتمكن من كتابة كل شيء، ولكن هناك تفاصيل نعلمها ونحن نتحدث إلى الناس وهم يتحدثون إلينا على مدى معاناتهم من الاحتلال، لأن وصولنا إلى الضفة الغربية في البداية كانت نهاية الانتفاضة الأولى. وحين أقمت في البداية في مدينة نابلس ما زالت مدينة نابلس تحت الاحتلال ولم تتسلمها السلطة الفلسطينية بعد. أدركت أن حالة الحرب اقتحمتنا خلال فترة انتفاضة الأقصى، حين قررت دولة الاحتلال أن تعيد احتلاله كأنها هي غير محتلة، ولكن هكذا يقال أنه تم إعادة احتلال الضفة الغربية بالتحديد مدنها. يعني سأنطلق من نابلس، أكثر مكان تم السيطرة عليه هو حدود المدينة والمدينة بالتحديد. لماذا المدينة؟ لأنه البلدة العتيقة في نابلس كانت عبارة على رباط يشبه الرباط اللي موجود في تونس، المدينة العتيقة، وبالتالي كان لديهم إمكانية الاختباء المقاومين، وشكلوا نقطة مقاومة لمواجهة الاحتلال والسلاح. فكانت الفترة صعبة، فرض منع التجول على كل الناس، ممنوع أي إنسان، كانت الناس تستعد لذلك الاجتياح، وأقاموا يعني عتادهم كان شيء رهيب. يعني أمام بيتي كانت الدبابة لا تغادر المكان، والجيش كان موجود في الحديقة، في حديقة البيت، وبالتالي ممنوع النظر من النافذة، ممنوع فتح الأبواب طبعا. وأذكر في مدينة رام الله هناك من حاول أن يستكشف ماذا يوجد في الطريق ونظر من النافذة، فتم
فقام القناصة بإطلاق النار عليه واستشهد. في آخر الانتفاضة حين قام بعض المقاومين بتنفيذ عمليات استشهادية، كان العقاب هو هدم البيوت وتشريد الأسرة. وبحكم متابعتنا كجهة إعلامية بهذه الوضعيات، يعني كانت هناك مأساة حقيقية بالنسبة للناس التي تشرد. حتى لو حاولوا إعادة البناء يمنع عليهم إعادة البناء، وما أن العائلات هي يعني عائلات كبيرة، عدد أسرها كبيرة، في عدة أحيان نرى أن الأسرة الواحدة يتوزع أفرادها بين بيوت الأقارب حتى يتمكنوا من الإقامة، وهو وضع لا يحسد عليه. في كتابها ولي خطوات في فلسطين كتبت كذلك نجاة البكري على الحواجز. كان التشديد على الحواجز من أبرع الطرق التي استخدمها المحتل لتحويل الأنظار عما قرر المضي قدما فيه، كتوسع الاستيطاني والتوغل في مدينة القدس والتصفيات الجسدية واحتكار المياه الجوفية. فرمي الفلسطيني في دوامة الحواجز ومن جر عن انتشارها من جري للحاق بلقمة العيش ومن إهانة وبطالة وتعطيل لمسار الحياة اليومية الطبيعي، كل ذلك شغله عما يعتبر مصيريا. كان الوضع مرير مع الحواجز واستمر، وإلى يومنا هذا حين يحدث أن تتأزم الأمور بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال، تعود الحواجز يعني ممارسة الجنود إلى شدتها تجاه سكان المناطق الضفة الغربية. هي حواجز الموت أنا أسميتها في كتابي. لماذا؟ لأنه خلال الانتفاضة يحدث أن يموت المريض، وتحدث أن تموت المرأة التي يكون طريقها نحو المستشفى، وبالتالي لا تلحق المستشفى وهي في حالة المخاض ويمكن أن تنزف. وحدث أن ساعد الزوج زوجته عند الحاجز لأنها لم تتمكن من المرور ويساعدها على الولادة. وهذه الحالة كانت جد سيئة. في أحيان كثيرة المواطن الفلسطيني يمر 3 أو 4 حواجز حتى يصل إلى المدينة مكان إقامته، يفرضون عليهم أن يقطعوا صيامهم بأكل قطعة الشوكولاتة أو قطعة البسكويت، وإلا لن يمر. وحتى هذا لا يكفيهم، فيقولون للبعض إذا لم تأكل هذا فسنضربك ونبريحك ضربا، ويضربون بالفعل ببنادقهم وبأرجلهم. وفي إحدى المرات حادثة هزت الرأي العام الفلسطيني، هو أن فرض أحد الجنود في بيت لحم، في أحد حواجز بيت لحم، البنت فرض عليها أن تقبل شاب. وهذا يعني حتى في الوضع الطبيعي، حتى في أماكن أكثر تحررا، لما يكون الأمر غصبا فهذا لا يقبل. فكيف في دولة، في مكان المحافظة هي سيد الموقف؟ نقاط مذيئة في كتاب نجاة البكري. عندما غطت طائرات الورق مدينة نابلس اللي وقع اجتياحها سنة 2001 مع مدن أخرى في الضفة الغربية، كان الأطفال الفلسطينيين يطلقون طائراتهم الورقية كرسائل تحدي للجنود الإسرائيليين. اقتنعت خلال إقامتي في تلك الربوع أن كلما حاصرنا الموت نحن نحب الحياة أكثر. وكان هناك تحدي عند الأطفال حين قاموا، كانت فترة الاجتياحات في عام 2002، كان الفصل الربيع، وهي فترة التي يلعب فيها الأطفال بالطائرات الورقية هذه، فاستغلوا حصارهم وصاروا يلوحون بتلك الطائرات. بدأت بطائرة واحدة، وما أن نابلس هي منطقة جبلية ويبدو أن المباني متدرجة، وبالتالي من يلوح بطائرة ورقية يشاهده بقية الناس من نوافذهم.
فصارت شبه مسابقة، وصاروا كل يوم يخرجون بطائرات ورقية أكثر زركشة، ومنها علم فلسطين. فمن قهر الجنود كانوا يطلقون على تلك الطائرات الرصاص، وهو نوع من التحدي. والمشهد الأجمل أنه قبل الاجتياح بيومين على ما أظن ولا أسبوع، هناك عيد الأمهات في الشرق في مارس، 21 مارس يكون عيد الأمهات، وبالتالي من عادة الفلسطينيين أن يقتنوا باقات ورد لأمهاتهم. فترى الطريق مرصفة على اليمين وعلى اليسار بباعة الورود، رغم أن الناس كانت تنتظر دخول الجيش واجتياح المدينة، ورغم أن وجوههم كانت لا تبدي الفرح ولا السرور، ورغم ذلك كانوا يقتنون الورود والهدايا ليقدموها لأمهاتهم في ذلك العيد. فالحياة والموت يلتقيان كما يفترقان. هو حب الحياة، الإنسان يحب الحياة بطبعه. وهناك حين كان أحدهم يتصل بي من تونس ويقول لي فلان مات، نقول لهم الله يرحمه هنيئا له أنه مات بين أهله وفي سريره. فاختلف بالنسبة لي منظور الموت، قيمة الموت أخذت مفهوم آخر بالنسبة لي، خاصة أني كنت أشاهد شبابا في مقتبل العمر وأطفالا صغارا لازالوا يبتسمون للحياة ولا يدركون أنهم ذاهبون إلى الموت ولكنهم يموتون. عندما يذهب الشهداء إلى النوم أصحو وأحرسهم من هواة الرثاء، وأقول لهم تصبحون على وطن من سحاب ومن شجر، تصبحون على وطن من سحاب ومن شجر من سراب. وما تصبحون على وطن. بدأت الأزمة حين بدأت دول الطوق العربي تنهار الواحدة تلو الأخرى، وهذا ما سمح لترامب أن يتقدم ويتحدث على أن ينقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس. فهذه نتيجة بصراحة من يتابع السياسة هي نتيجة متوقعة، لأنه لا يمكن لفلسطين أن تحلق بمفردها. كانت هناك مصر ودخلت في اتفاقية، وبعدها العراق التي انهارت بمختلف الحروب التي تتالتها والتفتت الحالي الموجود عليه، وانتهينا بسوريا، وبالتالي فلسطين بقيت لا حول ولا قوة لها سوى ما يقوم به عدد من المناضلين في مواجهة الاحتلال بأساليبهم البسيطة، حتى وإن تحدثوا في كثير من الأحيان أنهم يستخدمون سلاح، وأي سلاح يمتلكونه أمام المدرعات والصواريخ والF-16، فهم لا يملكون أي شيء لمواجهة هذا الاحتلال. ولكن نأمل خيرا، فليس هناك وضع يستمر على حاله. فهناك يعني قوة عالمية كانت موجودة، الاتحاد السوفيتي، ونرى أنه كيف تفتت إلى دويلات كما كان فيما سبق، وبالتالي علينا أن نأمل خيرا ولكن بالعمل ليس بالحلم، لأن الحلم لا يبني الدول ولا يحرر الشعوب.
ما انتبهت إليه أن عملية التجهيل مثل ما شملت بلادنا هي سابقة لفلسطين، هناك عملية تجهيل، هناك المناهج التي تتراجع، هناك النفس الوطني الذي بدأ يتضاءل، وبالتالي هي خطة منهجية لتدمير القضية، ليس فقط القضية الفلسطينية ولكن قضيتنا نحن ككل كعرب. نحن ننصهر في الآخر دون وعي منا في أغلب الأحيان، وبالتالي علينا نحن من يتحدث عن نفسه ولا يجب أن يستسلم، ويجب أن نعمل جميعا في بناء الجيل الجديد لمستقبل نأمل أن يكون خيرا لأبنائنا ولمن سيأتي وراءنا. إذا لا نعمل فلن نحصل على شيء. أثر الفراشة لا يرى، أثر الفراشة لا يزول. هو جاذبية غامض يستدرج المعنى ويرحل حين يتضح السبيل. هو خفة الأبدي في اليوم.